في إطار حرص الدولة المصرية على دعم مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات وحسم شكاوى المستثمرين بالطرق الودية، شهد المستشار عدنان فنجري وزير العدل مراسم توقيع اتفاقية تسوية منازعة استثمار بين وزارة الموارد المائية والري والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وشركة القناة للسكر لصالح مشروع القناة للسكر. يأتي ذلك في سياق الجهود المستمرة لتذليل العقبات والصعوبات كافة التي تواجه المستثمرين وتسهيل الإجراءات التي تضمن بيئة استثمارية آمنة ومستقرة.